السعدية ساكنة في ولي لسة. المشكلة اللي عندي هي مطلقة بجوج بنيات 11 عام هادي، مكيسير عليهم باهم حتى حاجة، وعانيت معاهم وكبرتهم، ولكن عندي بنية معاقة عندها السمع ناقص، ما كتهضرش مزيان، وحاولت ندخلها للمدارس معها ما قبلوهاش ليا، جريت معاها تعيت ما في إمكانيتش، ما خدامة خدمة بسيطة ما في إمكانيش باش نكري ونداويها هي ونكون بالوقت. جريت تعيت وفي الأخر دابرة عندها 14 عام ما كتقرا ما حتى حاجة، ضاعت وتحقدت كتشوف الدراري مش غادي المدرسة وهي باركها 14 عام. هذا ما كان اللي كنشوف الدراري كيقراو، ما عنديش امكانيات باش ندوز ليها باش ندير لها صناطه ولا اش خصها، عندها ودن كتسمع بها ودن لا، ما كتهضرش مزيان، ما كتقرا ما حتى حاجه، 14 عام باركه في بيتهم كاريه عبيد كما شفتو انا وجوج بنيات، وهي مسكينه ما باركه، مازال الاخرى كتقرا، هادي ما كتقراش حتى مريضه، ما كيصيرش علينا 11 عام هادي. انا بوحدي دابا كنتصير، ما عندي لا صنعه لا قرايه لا والو، فيما ولا هي كنخدم، دابا كنخدم في المعامل في نيسيو كل مره، وفين يعني بامكانيتيش باش نكري ونصير وندوز الدريه، والدريه ضاعت دابا 14 عام والو لا قرايه لا والو، عاد الدار تعقدت ليا منها، ما كتعرفش ما عمرها دخلت المدرسه، ما المدرسه اللي ديتها لها كيقول لك لا، ما هاد النوع خاصو مدرسه خاصه خاصه الفلوس، وانا ما بامكانيش باش نكري ونصير، راه داكشي عارفين. انا كنتقاتل معاه، كنخدم في الديور، كنخدم في المعامل، ومقاتله مع الوقت 11 عام هادي، يعني حدك ما ديري هذا ما كيف. وباش ديتها للطبيب في البرنوسي قال لي راه عندها ما في الودن اليسريه، ملي ما في امكانيتيش باش نحتاج للدواء غالي والطبيب غالي، مشيت لعشرين غوص عامين وانا نطلع ونهبط. في الاخر ملي داروا ليها الميزان قالوا لك الميزان خاسر، خرجوها صمكه كاع، عاودي تاني عامين وتيات، بقيت طلعي وتهبطي في الاخر والو، ما داروش معايا شي حل، سيري عاودي رجعي تاني ديري ميزان صغير وعاودي تاني بحال عامين تاني غترجعي تاني عامين، راه الدريه ضاعت وغتكمل. ودابا انا بغيت شي حل ما لقيتش، محسنين بغيتو معايا يداو ليا يدوزو ليا البنتي، الا خاصها شي حاجه شي سماع ولا شي حاجه يديروا، انا ما قلت لهم لا عطوني فلوس لا والو، بغيتها بنتي تقرا وتهضر كالدراري صافي، هذا هو اللي بغيت.